السلام عليكم ورحمة الله. حزن عميق في القلب وفقد كبير في الوطن وعزاء أكبر في العالم بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. كلنا راحلون، لكن قليلا جدا ممن يبقى بعد رحيله، وأميرنا ووالدنا باق في القلب وحاضر في الوجدان والذاكرة. التعبير بكلماته يعجز عن وصف ما نحس، والأحرف مهما تجمعت لتشكل الكلمات تظل قاصرة في نقل المشاعر وما يجول في الخاطر. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائد حكيم وأب رحيم عطوف عفو متواضع أمام أبنائه. هنا في التلفزيون دولة الكويت مستمرون معكم في التغطية الخاصة للرحلة الحافلة بالعطاء والمسيرة الزاخرة بالإنجازات على مدى أكثر من 60 عاما قضاها الراحل رحمه الله في خدمة بلاده، مدافعا عن قضايا أمته، داعما للأمن والاستقرار حول العالم. اسمحوا لي أن أرحب في هذه اللحظة بالدكتور راشد حمدان العازمي. أهلا وسهلا بك دكتور راشد، دكتور الشريعة في جامعة الكويت. دكتور راشد، كما تعلم ويعلم الجميع أن مصابنا بفقدان الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه لا شك عميق ويحمل مسيرة عطرة امتدت لأكثر من 60 عاما. ماذا نقول عن هذا الرجل، خصوصا ونحن نستذكر مآثر هذا القائد الذي غمرنا بحبه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وفي الحقيقة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد لمحزنون، لكن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. الأمر الموت مصيبة لا شك، ولا شك إذا كان هذا الموت لشخص عزيز قد غمر حياته عطاء لهذا البلد الكريم وللأمة الإسلامية جمعا، فلا تجد إلا في كل مكان له سهم. والمؤمن والمسلم لما يكون له أسهم في أبواب كثيرة لا شك أنه على خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم اليوم على يوما عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم في يوم إلا دخل الجنة. الأمير الراحل كان له أسهم كثيرة في أبواب كثيرة، ومن أعظم هذه الأبواب وهو باب الخلق. وباب الخلق لا شك أنه باب عظيم، ولذلك طرق منه يعني بابا عظيما وفتحه على مصراعيه، تجده متواضعا كما يعني هذا أمر قال عنه القريب والبعيد والإنسان الذي يكون معه في المسجد وكذلك الأطفال الصغار، الناس كلهم لمسوا من هذا الأمر وهو التواضع. والتواضع خلق جم، التواضع لا شك أنه يرفع الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. التواضع يرفع الإنسان لا يخفضك. ولذلك الأمير الراحل رحمه الله عز وجل كان متواضعا، حتى كثير من حتى جيرانه يقولون كنا نمشي معه إلى المسجد على السيارة العادية بدون حرس بدون أحد، وهذا يدل على أنه كان متواضعا. وإلا كثير من الملوك والأمراء في غير بلدنا تجدهم ما يمشي إلا بمسيرة ولا يرجع إلا بمسيرة وخائف، لكن هذا يدل على أنه كما قالوا عن عمر رحمه الله عز وجل لما قالوا: أمنت عدلت فأمنت فنمت. وهذا يدل على أنه لا, لا, لا يطلب أحد بشيء، فهو يذهب إلى المسجد حال حال الناس ويرجع إلى المسجد حال حال الناس، وهو الأمير يعني الذي كلهم يقدرونه.
ومع ذلك كان متواضعا. التواضع لا شك هذا من الأشياء التي لابد المسلم أن يأخذها من هذا الأمير الذي قد بلغ أن كان أمير البلد كلها ومع ذلك متواضعا من مع الصغير والكبير، لأن كما تعلم أن الكبر في القلب لا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن كيف نعرف أن فلان متكبر أو ليس بمتكبر؟ هو من طريقة التعامل مع الناس. فكان مدرسة في الخلق، مدرسة في الأخلاق، في قضية التواضع، مدرسة كذلك في انظر إلى مكانه اللي كلنا شفناه في مسجد، محاط لمكان معين ومخصص وطريقة معينة وكرسي، حال حال هؤلاء الناس جميعا، لأنه لا يحب أن يذكر إلا بالعبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى أن مرة من المرات أحد الأئمة والخطباء قال يعني يريد أن يدعو للأمير رحمه الله عز وجل، فقال يعني سمو الأمير، يدعو له بالخطبة، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه. فنهى ذلك الخطيب عن طريق الإمام وقال له لا، إذا قال لا يقول سمو الأمير بهذا الطول، ليش؟ يريد أن يكون متواضعا، هو الآن يريد أن يصلي، فلا يريد شيء يدخل في قلبه من عظمة أو غير ذلك. وهذا يدل على أن هذه المدرسة وهي مدرسة أسرة الصباح عموما، أنتم إحنا كلنا نراهم في الأفراح ونراهم في الأتراح، جزء من المجتمع لا شك. وهذا هذه الأسرة مباركة بسبب هذا الأمر. لا تحس أنك أنت الآن كويتي، ما تحس، ولا حتى مقيم، ولا حتى إنسان يشتغل عندهم، ما يحس بهذا الرفع أن أسرة حكم، بل يحس أنهم متضامنين مع المجتمع، كلهم واحد، يعني كل هؤلاء الأصحاب البلد الواحد، كلنا واحد. ولذلك مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم والسمع والطاعة للأمير منهم ونكون تحتهم، ومع ذلك لا يحسسوننا بهذا، بل أن تجي تسلم على واحد فيهم هو يخجلك من تواضعه. وكان على رأسهم الشيخ يعني نواف الأحمد طيب الله عز وجل ثراه، كان رأسا ورمزا في هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلسه الصحابة يدخل أحد الأعراب لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، واليوم الآن لو شافه أحد رحمه الله عز وجل بين الناس يمكن ما يعرفه، وهذا من تواضعه. حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لك مكان حتى الناس يرونك، يعني مو معقول أن كل من يأتي ما يعرفك أنت من. فوضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الدكة، يعني مكان مرتفع حتى لما يتكلم الناس كلهم يعرفونه. وهذا يدل على أنه، ولذلك لما جاء أحد الناس يرتجف، أحد النساء ترتجف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا هذا إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولذلك قلنا إحنا هذه المدرسة، ترى أنت لما تقول هذا الكلام حين كثير من المسؤولين يمكن يقول مثل هذا التنظير، لكن واقع الحال يختلف، الواقع العملي يختلف عن الواقع النظري. اليوم كل واحد يقول أنا من المتواضعين، لما يأتي وقت يعني تطبيق العملي تجد لا. الشيخ رحمه الله عز وجل الأميرنا الراحل كان الجميع يشهد له بهذا التواضع، الجميع القريب والبعيد، من كان معه في قصره أو في بيته، ومن كان معه في عمله، كان متواضعا، ما يعني تجده يتكلم مع الناس بالرفعة ولا غير ذلك، بل كان متواضعا. نعم. طيب فيما يخص الكويتيين وكيف يمكن للكويتيين يعني أن يعبروا عن هذا الحب، نحن فقدنا رجلا عظيما ولكن الحب باق كما تعلم في القلوب. فكدكتور للشريعة في جامعة الكويت، هناك العديد ممن يحب أن يعبر عن حبه لأميرنا الراحل، ما هي أفضل الوسائل التي نعبر بها عن حبنا لشخصية كنواف الأحمد؟ كما ذكرت قبل قليل غمرنا بالتواضع، كان واحدا من أقرب الأشخاص إليك عندما تحتاجه، كان لا يحب ربما المظاهر التي قد تكون مع الإمارة وما شابه ذلك. كل بحمد الله أمراء الكويت يعني يملكون، بل الأسرة ككل تملك هذا التواضع، قريبة جدا من الشعب، ولكن قد يكون
هذا التواضع يعني عند الأمير الراحل الشيخ نواف، يعني زائدا لحد أن الكل يلاحظ هذا التواضع، خصوصا وأنه يحب أن يتجول حتى بلا حراسة إلا فيما يخص ربما المناسبات الرسمية لتسهيل السير فقط وليس للأمن. الحمد لله نحن في الكويت في دولة أمن وأمان، ولكن المواطنون ومحبو نواف الأحمد رحمه الله كيف يمكن أن يعبروا وما الذي يمكن أن يبذلوه لهذا الرجل بعد رحيله؟ طبعا لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة على يعني الإنسان أو على الأمير أو على الحاكم، في قال خيار وأئمتكم من تدعون لهم ويدعون لكم وتحبونهم ويحبونكم، وشيار وأئمتكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتبغضونهم ويبغضونكم. أنت الآن اسأل الجميع بالنسبة للمحبة القلبية، الجميع اتفق على هذا، حتى أن والدتي حفظها الله عز وجل ما أن سمعت بهذا الخبر وهو خبر وفاة حتى اتصلت وهي تبكي من هذا الأمر، وتقول نسأل الله عز وجل أن يعني يكون في من خلفه يكون خيرا منه ويتبع هذه السيرة العطرة يعني، وكذلك هذه الأسرة الكريمة، لأن حنا نحب هذه الأسرة جلالا وتقديرا، وعلى رأسهم الشيخ نواف الأحمد رحمه الله عز وجل. لا شك الكويتيين كلهم يكونوا له كل الحب والاحترام، ولذلك كلنا يدعو له، في سجودنا ندعو له، في صلاتنا ندعو له، في يعني تجد راح تسمع وترى من هو يتبرع له، وتجد وتسمع وترى سواء في السر أو في العلن من هو يحج عنه، يعني حجة أقصد بماذا، حجة تطوع، تجد وتسمع من هو يعتمر عنه، وهذا كله إنما يكون بسبب هذا الحب الذي غمرنا في هذا الأمر. لذلك من أمور الحب الدعاء، هو أعظم حب أن يدعو الإنسان لهذا الميت، ونحن نعتبر كأننا أبنائه. الآن نحن في هذا البلد نحن أبناء هذا الأمير الراحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منه ولد صالح يدعو له. لذلك أئمة المساجد يلهجون بالدعاء لهذا الأمير الراحل، كذلك تجد الكويتيين كلهم يدعون له، يدعون له بسبب ما حصل من أمور، وآخرتها آخر هذا الأمر العفو الذي حصل، وكان أميرا للعفو. وبالمناسبة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما كان قبيل وفاته صعيد المنبر وكان هو والي على الكوفة، فقال وهو رضي الله تعالى عنه المغيرة من يعني، فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه استعفوا لأميركم فإنه يحب العفو، وعليكم بالسكينة، يقول عليكم بالسكينة حتى يأتيكم أمير. يعني هذا وصية من هذا العالم الرباني والصحابي الجليل، وهو أن طلب العفو للأمير، أن الإنسان يدعو له ويقول اللهم إنا نسألك أن تعفو عنه، لأنه قد جاء إلى كريم وهو الله عز وجل، فطلب العفو له بقوله الإنسان اللهم إنك تحب العفو فاعفو عن عبدك الشيخ نواف الأحمد. هذا من الأمور التي الإنسان من علامات الحب. كذلك من علامات الحب ذكر الميت بخير، وهو الحمد لله لم يصدر منه أي شيء من أمور الشر، لكن أقصد عموما الإنسان يدعو للإنسان، ولذلك يقولون اذكروا محاسن موتاكم، هذا معروف. كذلك من أمور التي الإنسان يقولها في حالة هذا الأمير أنه يرسخ محبة الأمراء في قلوب أبنائه، هترى هذه لابد أن ترسخها في أبنائك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره على أثرة عليك، حتى لو كان في أثر عليك عليك السمع والطاعة. ليش؟ لأنها بها تقوم لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا أمراء يحكمون أمره، وبالذات إذا كانت من هذه الأسرة الكريمة. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلى أي مدى تجد أنه الفقيد يعني طبق هذا الحديث؟ وقد نكون يعني بالوصف لا نملك تلك الدقة ولكن نشعر به.
والله تشعر بها لما كان منذ أن استلم من 60 عام وهو لم يذكر إلا بالأمور الخير، ولم حتى في قضية يعني حتى رأيته في قضية الصلاة، حتى بعض الأخوة اللي كانوا معه في الحرس الوطني في السابق يقولون لما نسير في مسير ونحن سيارات ومتجهين، يقول ما أن يؤذن صلاة الظهر ويكون في وقت صلاة الظهر يوقف المسير كله ويصلي الظهر ثم يمشي. أي هذا يدل على حتى حريص على صلاة هؤلاء الناس، يستطيع أن يقول والله نأخرها إلى قبل صلاة العصر حتى ننتهي من كل أمورنا وأشغالنا. لا، هو الآن ما يراعي نفسه، هو ورأي هؤلاء قد لا يصلون، فهو مسؤول عن هؤلاء. أيضا في قضية ما أن استلم رحمه الله عز وجل في كل منصب، فإذا تجده لم يشتكي منه أحد من أنه ظلم أحدا أبدا، بل هو راع طبعا لا شك راع لأمر الدولة كلها، والبعض يعتقد أن الأمر سهل، لا، هو اتخذ بطانة صالحة، وهذا من مسؤوليته ورعايته. اتخذ سمو الأمير الحالي هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهو من البطانة الصالحة، واتخذه وهو معروف عنه أنه في الحرس الوطني ماذا فعل حفظه الله عز وجل، وكيف يعني جعل في السابق كان فيه ما فيه في بعض الأمور، لكن أقصد في قضية ممكن أن يكون بعض الناس يعتقد أن هناك محسوبيات لقضية دخول الضباط أو غيره، حسم هذا الموضوع حتى لا يدخل في جدال. دقة إدارية. دقة إدارية، وقال لابد من وضع قرعة. أيضا لما جاء بعد ذلك في أمور وأشياء، فهو اتخذ البطانة الصالحة، لذلك من المسؤول والرعية أن تتخذ من هو ما يكون بعدك يحمل هذه المسؤولية. ولذلك رحمه الله عز وجل، قد نسأل الله عز وجل ذلك ونحسبه الله عز وجل حسيبه ولا زكي الله أحد، أنه أدى المسؤولية بالأمانة والصدق. العديد من الألقاب يعني دكتور راشد أطلقت على الفقيد، من ضمنها أمير التواضع، أمير العفو، ولا شك أنه موضوع العفو يعني شكل نقطة فارقة في تاريخ الكويت، لم شمل هؤلاء يعني المهاجرين أصحاب بعض الأحكام للحق العام الذين ربما تجاوزوا أو تعدوا في بعض الحدود القانونية، من رفعت عليهم قضايا في بعض الحماسة كما تعلم، خصوصا لدى الشباب، يعني العديد منهم من أخذته الحماسة لتجاوز بعض الخطوط القانونية، ومع ذلك وإن تعفوا خير، فاتجه لهذا الاتجاه وكانت يعني على أكثر من دفعة، لدرجة أنه العديد ممن يعني لم يكن حتى جاهزا للعودة فترك الأمر متاحا له متى ما شاء، ولكن لا شيء يعني يدينك في الكويت، عد إلى ذويك، عد إلى عائلتك، عد إلى أمك الوطن. نعم، هو لا شك أنت تمثل في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة وقد تمكن من الأمور، والعفو دائما يكون عند المقدرة، العفو عند عدم المقدرة ما يسمى عفو، العفو لا يكون إلا عند المقدرة. ولذلك الذي يوسف عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح مكة لما قال لقريش بعد أن تمكن من مكة، قال ما تظنون أني فاعل بكم، وهذا هو ماذا الظن بك، ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لاحظ، ولذلك الأمير رحمه الله عز وجل تمكن من الأمر، يستطيع لا يعفو وهو الأمر لديه، ومع ذلك لقي أن هناك ثغرة له على أن يعود هؤلاء، بما أنهم أخذوا أحكام معينة وأحكام قضائية معتبرة، وهو الآن يريد أن إيش، أن هذا الذي حصل منه خطأ وأخذ ما أخذ من ذلك الحكم، الآن بدر منه أنه يعني تاب من هذا الموضوع أو تغير سلوكه، وهو محب للبلد وقاله عن حماس وقال بعض الأشياء وصدر من بعض الأمور عن طريق حماس أمر معين حصل له، فإذا به يصدر هذا العفو، كما قال يوسف عليه السلام وقال يعقوب عليه السلام.
يوسف عليه السلام جاء أخوانه وتمكن من الموضوع وهو رئيس الدولة وهو عنده ما عنده، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يغفر الله لكم اليوم وهو أرحم الراحمين، ما أجلها إلى غد. وذاك في آخر أيامه كأنه يعلم بأن الأيام هذه خلاص أقبل إلى الله عز وجل، وتقبل الله عز وجل وأنت قد عفوت على الناس. وانظر إلى هؤلاء الناس اللي يدعون لك، سواء من أولياء من هم محكوم عليهم أو من الناس أجمع. ولذلك العفو عند المقدرة هذا من أفضل الشيء، من أفضل الشيء أن الإنسان يعفو عند المقدرة. فإذا قدرت فعفوت، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يعفو قال إلا خيره الله عز وجل في الحور العين يختار من أيها شاء. وهذا فضل أنك تستطيع أن تعفو عند المقدرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أن يعفو عنه كما عفى عن هؤلاء المحكومين والمهجرين وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يعفو عنهم ونجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك. دكتور راشد، اسمح لي والسادة المشاهدين بأن نتابع هذا التقرير ومن ثم نواصل حوارنا هنا في الاستوديو مع الدكتور راشد حمدان العازمي، دكتور كلية الشريعة، الأستاذ في جامعة الكويت. نعود بعد قليل. رحل والدنا والتقرير ما عندهم مقدمة، التسامح أمير الاعتدال والحكمة والتواضع، أمير العطف واللين والصفح، حكيم الكويت وحكيمها، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. رحل أمير العف وخيم الحزن على قلوب أهل الكويت جميعا، وارتدت البلاد ثوب الحداد على قائد حكيم من طراز ندر، أخلص وصدق في حب الوطن وأفنى عمره في خدمته والعمل من أجله. هو الحكيم الهادئ الحازم، جمع بين هيبة الحكام وتواضع الكبار. 3 سنوات مرت سريعة على أسودة الحكم، لكن بصماتها ستظل كبيرة خالدة في الذاكرة. رحل عن عيوننا، لكن سيبقى في قلوبنا أبا وقائدا حكيما، وستبقى مآثر ومناقب شاهدة يتناقلها جيلا بعد جيل. رحم الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نواصل إذن حوارنا مع الدكتور راشد حمدان العازمي، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت. دكتور راشد، كنا قد تحدثنا عن مناقب الفقيد وعن هذه الأخلاق التي حبان بها طوال فترة حكمه، وتحدثنا أيضا عن قربه من الشعب. إذا ما أخذنا المراحل التي تولاها رحمه الله خلال هذه الفترات المتعاقبة ومعاصرته منذ رحمه الله عبد الله السالم إلى أن تولى سدة الإمارة في عام 2020، بداية بمحافظ حولي في أو بعد الاستقلال بأشهر قليلة، يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه المكانة أو هذا المنصب بسلوكه لنخرج بشخصية كنواف الأحمد كما عهدناها طوال فترة حكمه؟ طبعا لا شك أن تدري أنت المحافظ هو أصلا يقابل الشعب دائما، يعني الإنسان لما يكون محافظ على منطقة معينة هو قريب من مشاكل الشعب كلها. فالمحافظ معناته له اتصال مع الداخلية وله اتصال مع كذلك جميع الوزارات الموجودة عنده في الدولة في داخل محافظته التي هو فيها. ولا شك هذا الذي أثر عليه، من أنه لاحظنا مقطع قبل قليل الأخوة مشكورين في تلفزيون الكويت دولة الكويت، كيف أنهم وضعوا قضية كيف كم مرة ذكر الشعب في رحمه الله، يذكر الشعب، الشعب نريد راحة الشعب، نريد، يعلم أن هذا الأمر هو منهم. ولا شك أن يعني بما أنك كان محافظ وبعد ذلك أصبح وزيرا للداخلية، وهذا أيضا شكل له استمعتي على كل هذه المراحل. نعم، فأنا أقصد أن المحافظ هو يعني هو صح أن شخصية
كما يقال فخرية، ومع ذلك أيضا شخصية مسؤولة عن كثير من أماكن الدولة. فهو قد عاصر من منصب يعتبر هو يعني يعتبر من المناصب المهمة في البلد حتى وصل إلى سدة الحكم، وعلى نفس واحد وهو الاهتمام في الشعب، وقضية أنه يريد أن هذا الشعب يعيش بسلام وراحة وهدوء، لا يريد أن هذا الشعب يعيش في ضنك وتعب وغير ذلك. والحمد لله هذا ما رأيناه في 1962 دكتور، يعني تأييدا فقط لكلامك، يعني عين محافظا لمحافظة حوالي بعد 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، في 1978 تولى حقيبة وزارة الداخلية. ماذا كانت في عام 1962 منطقة حوالي، يعني مع التطور العمراني لا شك التي تشهدها الكويت في تلك الفترة، فترة ما بعد الاستقلال وفترة الازدهار العمراني، وكيف ترك محافظة حوالي عندما تولى حقيبة وزارة الداخلية والتغيير الكبير؟ يعني نود أن نتحدث عن هذه المرحلة. والله شوف أنت الآن شوف تلاحظ شوف حوالي تختلف تماما عن كثير من المناطق، لا زال يعني هذا التأثير الذي رأيناه من كان محافظا في ذلك الوقت، كيف أن إلى اليوم وحولي تزخر في هذا الأمن الموجود، مع أنها إيش المقيمين حولي ليست كغيرها من بعض المناطق الموجودة عندنا في الكويت من المقيمين الموجودين فيها. المقيمين في حولي يختلفون عن غيرها بسبب ما أرث رحمه الله عز وجل في 1962 من هذا الأمن الموجود، إلى الغزو، إلى ما بعد الغزو، إلى ولذلك تربى هذا الجيل كله على المحافظ الأول وهو الشيخ نواف الأحمد رحمه الله عز وجل وطيب أثره. ولذلك هذا الأمر يجعل شوف لاحظ الآن حوالي ترى كل يوم ازدهار، يعني اليوم حتى النقر الشمالي والنقر الجنوبي تغير، حتى إلى اليوم صار عندهم أشياء وأمور ومجمعات وغير ذلك، عندهم أيضا تلاحم بينهم وبين بعض، تحس الأخوة في هذه المناطق لا تجد منهم مشاكل كثيرة، والسبب في ذلك هو تربوا على هذا الأساس. نعم. فإذا ما أخذنا الفترة الثانية، ربما إذا ما قسمنا يعني الفترات، بداية تولي منصب وزارة الداخلية منذ عام 1978 إلى عام 1988، مرورا بالأوضاع والحروب في المنطقة والتشنج والمحافظة على الأمن الداخلي طوال هذه الفترة. لا شك أن هذه الفترة كانت يعني في مشاكل، وأنت تعلم حرب العراقية، وكان هو رحمه الله عز وجل له دور في هذا الجانب، فتجد في الحرب العراقية الإيرانية كان أيضا له دور في هذا الجانب، هو مع الشيخ صباح رحمه الله، مع الشيخ جابر رحمهم الله عز وجل جميعا. وعموما الكويت لها سياسة عامة لا زالت على نفس هذه السياسة، وسياسة داخلية وسياسة خارجية. فالسياسة الخارجية مع المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي عموما متضامنين مع بعضهم البعض، لا يعني يشذون عنه، وكذلك السياسة الداخلية بالحفاظ على أمن البلد. ما في عندنا الحمد لله من ذلك الوقت إلى هذا الوقت لم يكن عندنا يعني مظاهرات، بمعنى مظاهرات لاحتجاجات معينة، بل كلهم يعلم أن سياسة الكويت الداخلية والخارجية واحد، ولذلك حصل ما حصل من بعض الأمور ومن بعض نقدر نقول بعض المشاكل الداخلية التي حصلت، لكن استطاع أن يسيطر على هذا الوضع بفضل هذا الحزم الذي كانت عنده، وهذا من شخصيته اللي البعض لا يعرفها، يعني من شخصية الشيخ رحمه الله عز وجل أنه كان عنده حزم، عنده حزم وحب لقضية القانون، عدم التساهل بالقانون، وعنده جانب العفو الذي نعرفه جميعا، فهو عنده جانب الحزم. ولذلك لما يكون وزير داخلية ولم يعني يكن عنده إخلال في الأمن ولا غير ذلك، بل كان دائما رحمه الله سبحانه وتعالى مهتما في هذا الجانب. فيما يخص السياسة الخارجية، وقبل أن نأخذ مرحلة أخرى وهي مرحلة تولي حقيبة وزارة الدفاع ودوره في دعم الجيوش العربية بشكل عام ويعني الجيش الكويتي بشكل خاص على مرحلة التحرير، لكن في المقابل يعني تلك الشخصية العطوفة على أبنائها قادت أيضا
سفينة البلاد إلى المصالحة الخليجية كما تعلم. نعم. وكانت استمرار لجهود الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، ثم بعد وفاته استمر بذات النهج خصوصا فيما يخص منظومة مجلس التعاون الخليجي، واستطاعت الكويت يعني بهذين الأميرين رحمهما الله أن يحققوا هذا التجمع الخليجي ويحافظوا على منظومة مجلس التعاون في بداية توليه لإمارة البلاد. ولا شك أن هذا مما أسعدنا جميعا ما حصل من اجتماع دول الخليج، والحمد لله اليوم أنت ما تجد قبل الشيخ صباح كان في بعض الأمور تجدها من مع محاولات الكويت، ترى دائما تحاول أن يعني تكون كما يقال نواة خير ومبدأ إصلاح بين الأخوة، حتى ما حصل بين بعضهم البعض. اليوم حنا تجدنا في وسائل التواصل الاجتماعي ما نجد هذا التراشق اللي كان موجود في السابق، قبل تجد تراشق بين دولة ودولة، ليس دولة، بين أفراد موجودين. لكن اليوم بعد هذا الصلح الذي حصل تجد في يعني ما حصل بين السعودية وقطر، وما حصل بين السعودية والإمارات وقطر كذلك وعمان، أصبحنا كلنا لحمة واحدة. ولذلك ما سوف يأتي بإذن الله عز وجل مع سابق أيام على عهد إن شاء الله عز وجل الشيخ مشعل حفظه الله عز وجل ورعاه، وما سوف يأتي بعد ذلك من أن الخليج كله يصبح خليجا واحدا. وهذا الآن اللي قاعد يمشون فيه في قضية أن يربطون الخليج كله، يعني يكون ارتباطهم واحد، بمعنى أنك اليوم احنا تمشي بالخليج ببطاقة، وهذا من ما فعله قادة الخليج حفظهم الله سبحانه وتعالى ورعاهم. وما أصبحت هذه الخليج في الحقيقة، تشوف قطر ما حصل في كأس العالم في قطر، وسوف يحصل أيضا في المملكة العربية السعودية، وما يحصل في المملكة من ازدهار، وما يحصل في قطر وفي غيرها من هذه المناطق. والسبب في ذلك ما حصل من تلاحم وتصالح، هذه بذرة من بذور التصالح. ترى الخلاف لا يأتي إلا بالشر، وكلما صار الإنسان عنده خلاف لا يستطيع أن يعمل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتي قوم الجدل إلا تركوا العمل. فلما يكون ما في جدل في عمل، والناس راح تشتغل. لذلك هذا ما كان يريده الشيخ صباح رحمه الله عز وجل، وأراد كذلك الشيخ نواف الأحمد رحمه الله سبحانه وتعالى وطيب ثراه. فهو كان في سيرة عطرة في لملمة ما بقي من خلاف، ولله الحمد الآن لا خلاف بين دول الخليج كلها، كلنا بلد واحد، وكلنا نطمح إلى أن يكون هذا الخليج خليجا واحدا قلبا وقالبا، ليس فقط كلام وشعار، إنما تجد قضيتنا اليوم كل الخليج قضية واحدة، مشكلتنا مشكلة واحدة، حتى لو حصل خلاف يحل على طاولة واحدة، لأن كلنا أسرة واحدة كلنا والله الحمد. الخلاف طبيعي في كل المجالات، لكن إذا ما عدنا مرة أخرى إلى عملية العفو وما سمي بتصحيح المسار خلال يعني آخر انتخابات جرت في الكويت، والعلاقة التي أصبحت بين الحكومة وبين نواب الأمة. نعم. وكيف أصبحت الخارطة أو خارطة الطريق الخاصة بمشاريع الدولة يعني بشكل عام، كيف رصدتم؟ والله شوف، أنت لما تشوف الوضع هذا مما يثرج الصدر، أن الحكومة والمجلس ما يعني قد نقول مثل ما قال العم محمد السعدون لما قال أن لم يأتي على مجلس وحكومة متوافقين مثل ما جاء في هذا المجلس من حكومة وكذلك أعضاء مجلس الحكومة وأعضاء مجلس الأمة متوافقين لدرجة مداولتين بدون جدال وبدون نقاش، لأنهم متفقين على خارطة الطريق. حنا اليوم لما يكون عندنا قوانين معينة تهم الوطن وتهم المواطن كذلك، يعني هذا مما يسعد من في قلبه حب لهذا البلد. ترى يعني هذا الأمر، شوف خارطة الطريق اللي حطوها، خارطة القوانين اللي حطوها، وتم الموافقة على بعض منها، ومن ثمراتها ما حصل من قوانين في قوانين الإعاقة وفي لذلك هم حطوا قانون يعتبر كما يقال يهم في جانب التشريعي، وقانون تنموي،
وكل هذه القوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن. خلال فترة عهده رحمه الله يعني وجدنا هذا التوافق. نعم. وهذا والتسارع في بعض المشاريع إذا كنت تود يعني الإشارة إليها، بعض المشاريع التنموية فيما يخص إذا ما أخذنا على سبيل المثال الإسكان يعني. نعم. على المدن الإسكانية مثلا، هذه المدن الإسكانية اللي الآن صارت قانون رسمي وسوف يطبق ويمشي هذا القانون بكل أريحية، وهو مما يعجل في قضية الإسكان اليوم. تعلم أن الإسكان الواحد منا كل واحد يسأل من هو صغير أو كبير، واليوم أخذوا في جنوب سعد العبد الله أو في غيرها من المناطق، اسأل أي واحد فيهم كم صار لك متزوج، يقول لك أكثر من 20 و25 سنة، وأنا أنطر إلى 5 سنوات. لكن الحكومة لما مع المجلس اتفقوا أن لابد أن يكون هناك خطين، خط مدن إسكانية تكون بتوزع على المواطنين، وخط الثاني الخط الإسكاني اللي يمشي مع المواطنين. فأنت لما تشتغل بخطين لا شك أنها سوف إيش يتسارع هذه القضية، وهذه مشكلة كل مواطن. أيضا قضية الاهتمام في قضية الصحة، الاهتمام في قانون اللي سوف يأتي قانون الانتخاب، الاهتمام في ربات البيوت وقضية أنهم دخلوا ربات البيوت وفي قضية أنهم يدخلون في عافية، سواء ربات البيوت أو الأرامل اللي كانوا يعني محصلين على نصاب أزواجهم ما كانوا داخلين في عافية فدخلهم في عافية. قضية المعاقين وكيف يدخل صاحب المشكلة الواحدة مثلا عنده عين واحدة لا يدخل قبل معاق، اليوم يحسب معاق. قضية من فيه سرطان قبل ما يحسبونه معاق، اليوم يحسبونه معاق. فكل قانون يهم المجتمع تجده هؤلاء الأخوة. قضية أيضا قضية البديل الاستراتيجي وزيادة المعيشة، قضية ما حصل للإخوان المتقاعدين، أقل من كان يعني قبل كان حد الأدنى للراتب، الحد الأدنى للراتب ممكن يكون 700 دينار، لا قبل ممكن يكون 680، وفي ناس كانوا 490 يمكن أقل. زين اليوم صار ما في أي كويتي إلا يكون 1010 دنانير، وهذا من التعليمات لحفظ العيش الكريم الذي دائما ما نسمعه رحمه الله، دائما ما يؤكد عليه. سمعناه احنا في المقطع هذا اللي نعم. وعلى ذات الطريق حافظت الكويت خلال عهده على العديد من القضايا العربية المحورية، وعلى رأسها قضية فلسطين التي لم تتزحزح الكويت قيد أنملة عن هذه القضية، وحافظ رحمه الله وكما هو الحال بالنسبة لأمراء الكويت الراحل منهم والقادم بعهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه، ثبات هذه القضية بالنسبة لنا ثبت في 3 سنوات، وفي حتى إلى آخر أيام رحمه الله كان يعني يأمر بمتابعة التبرعات للإخوة في غزة والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني طوال سنين حكمه، منذ يعني أن تولى مقاليد الحكم وقبلها. ولا شك أن هذه من القضايا ترى عندنا في الكويت مفصلية وما في مجال، يعني احنا في أئمة مساجد وكنا ندعو لفلسطين حتى إلى قريب، وكلنا ندعو لهم في صلواتنا، وهذا يدل يعني دولة تسن مثل هذا الأمر في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، هذا من التضامن. قضية تسيير القوافل الخير وطيارات وسفن، كل هذا بماذا؟ يدل على أن قضيتنا واحدة وهي قضية فلسطين، ولا نتزعزع ولا نطمح إلى قضية تطبيع مع إسرائيل أبدا، لأن الكويت كما تعلم أن هذه القضية عندها موجودة في الدستور يعني، وهذا مما يعني من منافع وخيرات هذا البلد الكريم أنها محطوط في أصل الدستور، ومن يخالف ذلك يعاقب، من يخالف ذلك أقصد من أبناء الشعب يعاقب على ذلك. فهذا يدل على نحن، ولذلك كان الشيخ رحمه الله عز وجل طيب الله ثراه وكذلك الشيخ مشعل حفظه الله عز وجل على مثل ذلك. ومن يأتي كل من يريد أن يأتي على الكويت سوف يكون على مثل هذا الخط، وهي أن الفلسطين هي أولى القبلتين، وأن لا مجال أن نتزعزع في مواقفنا ولا حتى أن نجامل، يعني ما نجامل. وأيضا الأخوة يعني ما يعني تجد الكويت أول طالع أنت في قضية فلسطين في غزة،
ينافحون عنها في 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 وسائل التواصل الاجتماعي، وتجدهم يقفون مع اخوانهم الفلسطينيين يدعون لهم. هذا ترى الشيء الرسمي، ترى غير الشيء اللي مرسمي، اللي بعض الناس تجده ممكن ان يقدم خدمات ومساعدات. وعندنا في الكويت ممكن يكون بعض الناس من الاخوه الفلسطينيين عندهم بعض المشاكل وتجد من يساعدهم، وغير بيت الزكاة وغير ما يحصل في بعض العون المباشر وغيرها. وترى في صدقات خاصة من الأمير الراحل رحمه الله عز وجل، هذه يتكلم فيها أخونا الدكتور عبد الله السميط، يقول يعني يقول الشيخ صباح رحمه الله عز وجل وكذلك الشيخ نواف رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول كانوا متواصلين معنا. تذكر الشيخ صباح كيف أمن الأمل لبعض هؤلاء ممن أصيبوا في نكبات وغير ذلك في سوريا، حتى حط لهم بيوت خاصة بالآلاف، بيوت خاصة لهم من 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 نفقته الخاصة، ليست من الدولة. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنهم عندهم الأمور الإسلامية، وهي لا شك أنها عندهم من الاهتمام بمكان، وهذا مما يحفظ هذا البلد الكريم. ترى الكويت صغيرة جدا، لكن هناك العديد يعني، لكن كبيرة بعطاءاتها. يعني في عهد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله يعني سميت بمركز العمل الإنساني، وكان أميرا للإنسانية، استمر هذا النهج. ولا شك أنه السنوات التي قضاها يعني الشيخ نواف إلى جانب أخيه الشيخ صباح خلال فترة حكمه ل15 عاما، يعني مدة طويلة، تشرب منه العديد ربما من المناقب، وفي ذات الوقت حتى الدبلوماسية بوصفه عميدا للدبلوماسية عالميا، أطول فترة يعني لوزير خارجية في العالم كانت للمغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد. والسير على ذات الخطى يعني هذا أمر قد لا يحدث كثير في ربما دول أخرى، نجد أنه كل من يأتي إلى سدة الحكم، وهذا يعني شأنهم، ولكن تتغير حتى سياسات الدولة، نهج الدولة. لدينا هنا في الكويت يعني منذ أن أبصرنا النور ومن عاصرناهم من الأمراء رحمهم الله وأطال الله بعمر الشيخ مشعل الأحمد، ارتباط أسرة آل الصباح، ارتباط الأمير، طريقة تنقل السلطة، يعني سواء بمنادات أمير البلاد أو بالمنادات بأمير البلاد أو حتى بطريقة السياسة الخارجية، لدينا بحمد الله ثبات امتد لعقود طويلة. إذا ما تحدثنا عن سر هذا الثبات، قد يكون الأمر طبيعة مجتمع، قد يكون طبيعة أسرة، وقد يكون تفرد. نعم، أولا هذا صحيح وملاحظ، في بعض الدول ما يأتي مثل هذا الأمر بسهالة، ولا بل قد يدخلون في مشاكل وغير ذلك. حنا عندنا في الكويت ولله الحمد توفي الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى، نودي بالشيخ مشعل حفظه الله سبحانه وتعالى سموا للأمير وأميرا لهذا البلد الكريم بدون أي مشاكل، وكذلك سوف يكون ما بعد ذلك من ولاية العهد أو غير ذلك ومن يأتي بعده، كل ذلك لأن هذه الأسرة متلاحمة وعندها هذا التلاحم بين بعضها البعض. واليوم شفنا في آخر ما حصل من العزاء، كل الأسرة جاءت تعزي الشيخ مشعل وتعزي أبناء الأسرة لبعضهم البعض، هذول عندهم أسرة واحدة. فأسرة الحكم أسرة مترابطة، مترابطة جدا. ثم أيضا انتقال السلطة، الكويت لن يرضوا إلا بهذه الأسرة، لن يرضوا إلا بهذه الأسرة أن تكون هي الحاكمة وهي صاحبة الإمام. جزء من التمسك بالدستور أيضا، وهذا جزء من التمسك بالدستور، لكن أقصد من ما في عندنا أي أحد يطمح لغير ذلك. ولذلك هذا من الحب لهذه الأسرة والولاء لهذه الأسرة والسمع والطاعة لهذه الأسرة. أيضا انتقال السلطة بالسلاسة هذا من الأمور النعمة، الله عز وجل يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق وربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ترى بلدة طيبة، هذه البلد بلدة طيبة، الكويت بلد طيب
وشعبها طيب، ولذلك كيف يعاملون الآن حكامنا يعاملون هذا الشعب إلا بالطيبة والرحابة وحسن التعامل، ما تجد يعاملهم بالضرب وغير ذلك من الأمور، بل يتعاملون معهم بكل هذا بكل رحابة صدر وبكل حب واحترام، ولذلك نحن نبادلهم مثل هذا الشعور. فشوف هذه الأمور، ما أن يأتي ولي أمر حتى يغلف ولي أمر، كلنا سمعا وطاعة. لذلك اليوم نحن قلناها بفمنا وقالوها كل الكويتين سمعا وطاعة يا سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباحي، ما تجد كويتي يقول غير ذلك أبدا. واتساق السياسة الداخلية مع الشعب والسياسة الخارجية مع القضايا الكويتية، يعني ذات الثبات. صحيح أنه يعني يؤلمنا فقد أمير كنواف الأحمد، وآلمنا أيضا من فقدناهم قبل ذلك، شيخ صباح رحمه الله، شيخ جابر، وقبلهم صباح السالم رحمه الله وعبد الله السالم، يعني جميع الأمراء الكويت من أسرة آل الصباح، ومع ذلك نسير بثبات بتوالي بذات النسق تجاه القضايا خصوصا الخارجية. لم نرى تذبذبا، نرى استمرارا لذات النهج، وكأني لم أشهد أي تغيير. ما في شك، وهذا مما يميز هذا البلد الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يستمر هذا البلد 300 عام وهو نفس النهج ونفس الطريق ونفس العمل ونفس، ولم يطمح أحدا إلى غير ذلك. فكلنا سمع وطاع لهذا هذه الأسرة الكريمة تحت هؤلاء الأمراء الكرماء الذين يتعاملون مع الشعب بكل حب وود واحترام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدنا وأن يبارك في عمر الشيخ مشعل، وكذلك أن يبارك له ويعينه على تحمل مثل هذه المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن أستأذنك فقط دكتور، بما أنه واصلت سفارات دولة الكويت حول العالم استقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، واستذكر المعزون مناقب ومواقف سمو الأمير الراحل المليئة بالبذل والعطاء في الداخل والخارج. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. مشاعر عميقة وتقدير كبير لدولة الكويت ولفقيدها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أبداها المشاركون في العزاء الذي تقيمه سفارة دولة الكويت بالقاهرة، حيث توافد عدد من المسؤولين المصريين على مقر السفارة لتقديم واجب العزاء في فقيد دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية. هذا الرجل الذي افتقدناه كان له أيادي بيضاء الأمة الإسلامية والأمة العربية من القلب الحقيقة، يعني بنشاط الشعب الكويتي الشقيق بما تربطه من علاقات إخوية معنا، ولأن دولة الكويت الحقيقة غالية جدا على قلوب المصريين وعلى قلبنا كمان بالذات، فكنت حريص جدا أننا أتقدم وأحضر لتقديم واجب العزاء ومقابلة سعادة السفير غانم الغانم رحمه الله، وندعو لسمو الأمير مشعل أنه ربنا يوفقه في استمرار مسيرة التنمية والتقدم اللي إن شاء الله الكويت مستمرة فيها وبتشهدها. وكان في استقبال المعزين سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم الغانم والسفير طلال المطيري المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأركان السفارة بالقاهرة. المشاركون في العزاء أكدوا على مكانة دولة الكويت وشعبها الأصيل لدى العالم العربي والإسلامي، مثمنين دور سمو الأمير الراحل في خدمة الإنسانية والعمل من أجل تنمية دولة الكويت، وكذلك حرص سموه رحمه الله على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. نعزي الشعب الكويتي الشقيق وبنعزي دولة الكويت في وفاة الشيخ نواف الصباح، ويعني نتمنى من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله عنده من الصديقين والشهداء. كلمة صادقة وإجماع على شخصية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وتأكيد على دوره الرائد في خدمة العطاء الإنساني والعمل من أجل رفعة دولة الكويت ومواقفه المشرفة والداعمة على المستويات كافة، سواء على المستوى العالمي أو المستوى العربي والإسلامي.
ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. ينضم إلينا عبر الهاتف معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبد الرحمن العسومي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. مرحبا، مساء الخير أخي الكريم. أستاذ عادل، كيف نقرأ اليوم المشاعر الشعبية والرسمية محليا خليجيا عربيا عالميا تجاه وفاة أمير التواضع وأمير العفو الشيخ نواف الأحمد؟ طبعا لا أسمح لك بداية صاحب الجاب الصباح وطورة الشعب الكويتي العزيز والأسرة الحاكمة، خالص تعالى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحم الله وطيب ثراه. طبعا لما تتحدث عن شخصية فريدة وقائد عظيم مثل المرحوم الشيخ نواف ليس بالأمر الهين، فطبعا عطاءه وإخلاصه لم يكن فقط للكويت مثل ما تفضل، بل كان للأمة العربية والإسلامية بشكل خاص، العالم بشكل عام. وعطاء سمو الشيخ نواف الله يرحمه ويقعد روحه الجنة لم يبدأ منذ استلام مقاليد الحكم عام 2020، وإنما مسيرته مسيرة عطاء حافلة امتدت لعقود طويلة، شغل فيها عدة مناصب، خدم بلاده وشعبه بإخلاص شديد. أمانة سمو الشيخ نواف كان أب للكويت بشكل حقيقي. فترة حكمه كان فيها العفو وفيها الطيب وفيها الإخلاص وفيها التفاني للشعب الكويتي، وكذلك الكويت استمرت على نهجها ونهج حكامها في دعم القضايا العربية ومساعدة الدول والوقوف معهم فيما يتعرضون له من ظروف صعبة. فاستمرت الكويت في عطائها الذي استمر لكل دول العالم. طبعا حكمة كان حكم حكيم، وأمانة نحن كبرلمان عربي فعلا يعني لمسنا هذا الشيء، لمسنا عطاء الكويت من خلال وجودها وتواجدها في كل الدول العربية. حضرت أنا للصلاة عليه وقدمنا التعازي باسم الشعب العربي، ولمسنا في تواجدنا مع الجميع مدى الحب الذي يكون للشعب الكويتي حتى المقيمين الموجودين، ومواقف عظيمة الكل يسردها، والتواضع اللي اتسم فيه والعطاء اللي اتسم فيه، هذا يبين أن الكويت فعلا كان يحكمها قائد عظيم. الكل كان زعلان، وعلى المستوى العربي كان سموه طبعا عروبي بالمعنى الكامل، وفي عهده تحققت المصالحة الخليجية وكان له دور مهم في هذا الشأن، وسموه طبعا بصمات رائدة في تعزيز العمل العربي والعمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. طبعا عزز الدور الإنساني العالمي لدولة الكويت، حيث امتدت أيديها البيضاء إلى أماكن كثيرة من العالم تحتاج إلى المساعدة. فمهما نتحدث ونتكلم عن الله يرحمه ويغمد روحه الجنة سمو الشيخ نواف، لن نستطيع إيفاء بحقه، ونحتاج لكثير من الوقت. بس كما يعني أسلفت، هو زعيم خالد وزعيم فعلا اتسم بالتواضع، اتسم بحب حبه للكويت وأهل الكويت. هذا احنا لمسناه كعرب، ولمسناه من خلال عملنا في البرلمان العربي، من خلال مواقف الكويت التي دائما تقف مع العرب، تساند العرب في كل قضاياهم، خاصة فما مر في الأخوة الفلسطينيين أو ما يمرون في الأخوة الفلسطينيين في غزة. الكويت كانت سباقة. حضرت في معبر رفح ولمست أن الكويت من أكثر دول العالم قدمت مساعدات إنسانية، سواء على مستوى إرسال من خلال الطائرات أو من خلال النقل البحري، ولمسنا مدى الكويت إحساسهم في معاناة العرب، معاناة الفلسطينيين. فطبعا نحن كبرلمان عربي نعزي الشعب الكويتي، نعزي الأسرة الحاكمة، نعزي سمو الأمير، وهو ليس فقيد بالكويت بل فقيد للأمة العربية والإسلامية وللعالم أجمع. ما قدم من عطاء وما قدم من عمل هو سيخلده التاريخ، وبلا شك إن شاء الله سمو الشيخ مشعل لأحمد الجابر الصباح وخير خلف بخير خلف، والكويت إن شاء الله مستمرة في العطاء، مستمرة في المواقف التي يشهد لها الجميع. فكويت أنا كوني كبحريني وكوني كعربي
نكون للكويت قيادة وشعب كل الحب وكل التقدير، وإحنا نشاطرهم هذه الأحزان ونقف مع الكويت إن شاء الله. الله يحمي الكويت ويحمي شعبها ويقمد ويرحم سمو الشيخ نواف ويقمد روحه الجنة لما أعطى من الكثير، وحوالي 60 عاما وهو يعطي ويقف مع الجميع، فهذا الرجل فعلا يعني سيخلد التاريخ. كل الشكر إذن لرئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبد الرحمن العصومي، شكرا جزيلا لك وشكر الله سعيكم. نواصل إذن مشاهدينا الكرام حوارنا مع الدكتور راشد حمدان العازمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت. دكتور، قبل قليل يعني استمعنا إلى رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبد الرحمن العصومي، ورأيت هذه المشاعر وهذه الأهمية وهذا الرصد حتى لجهود الراحل وجهود الكويت التي يعني لا شك أنه ممثلة بقيادتها، والجهود ذكر منها المصالحة الخليجية، ذكر منها الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات النفع العام الخيرية تحديدا في الوقوف إلى جانب أخواننا الفلسطينيين في المساعدة، في سيارة الإسعاف، في المؤن الطبية، وفي كافة الأشكال التي أمكن مساعدتهم بها. كيف ترى يعني هذا التقييم الذي سمعناه من رئيس البرلمان العربي، وكيف تشعر إذا ذكرت الكويت بهذا الشكل؟ نعم، أولاً أشكره على هذا الكلام الطيب من رئيس البرلمان العربي، وفي الحقيقة الكويت جزء لا يتجزأ مما يعني من هذا الخليج العربي العظيم. في الحقيقة يعني هذا ما كنا نؤكده، وهذا مما يثلج الصدر، من أن سمو الأمين الراحل الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح لا زال الكويتيين وكذلك أمراهم يضعون بصمات محفورة في قلوب كل عربي ومسلم خليجي، سواء كان مسلما عاما أو كان عربيا مسلما أو كان عربيا مسلما خليجيا، فتجد هذا الأمر مما يثلج الصدر. اليوم هذا مما يجعلنا نفتخر لما تروح أي بلد من بلاد الخليج، لما تقول والله أنا كويتي ما تحس أنك إلا أنك رجل من المصلحين، يعني إذا كنت طبعا إن شاء الله عز وجل من أولئك. كذلك لما تروح بعض الدول العربية الإسلامية في كل مكان، لما تقول أنا والله كويتي تحس بهذا الفخر، اللي فخر محمود أنك قاعد تعزز قضايا المسلمين في كل مكان، تعزز قضايا المنكوبين في كل مكان، حتى لو كان المنكوبين غير مسلمين تجد الكويت سباقة، تجد أمراء الكويت سباقين، تجدهم يمدون يد العون للجميع. أي نكبة تصير في أي مكان في العالم الكويت لها يعني قصب السبق كما يقال في هذا الأمر. فمما يثلج الصدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال وجبت مرت جنازة فقال وجبت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال وجبت وجبت، فقال يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. ثناء هذا نسأل الله عز وجل أن يجعله من نصيب هذا الأمير الراحل، من أن الله عز وجل يقول وجبت وجبت والملائكة تقول وجبت وجبت، يعني له الجنة، وهذا أسمى ما يسمو إليه الإنسان، أن تكون سيرته عطرة كما كان يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لسان صدق في الآخرين. ترى لسان صدق في الآخرين الثناء الحسن. بعض الناس يقول والله ما أبي الثناء من الناس، لا، مما يعني يكون من حسن الإنسان أن يذكرونك الناس بخير، كلما ذكرك الناس بخير كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كلما ذكروك الناس بخير ترى أنت بخير، الناس ما تذكر إنسان بخير إلا صاحب الخير، وذاك نحن نذكره الآن رحمه الله عز وجل بخير، نذكر هذا البلد بخير لأنهم هم الذين يعني لهم قيادة هذا البلد، ولذلك قيادة البلد في يد هؤلاء، نحن الحمد لله في خير ونعمة. نعم، أود أن يعني كونك أستاذ في الشريعة يعني
أود الإشارة إلى جزئية بناء بيوت الله، بناء المساجد. تعلم أنه المساجد يعني أجرها عند الله عز وجل، وأنت أعلم مني في الأحاديث بما يخص بناء المساجد. المسجد الذي صلي على جنازته به رحمه الله قام هو ببنائه، كان الأقرب إلى مكان سكنه، وكان الأقرب أيضا إلى المصلين خلال فترة حكمه قبل ذلك وبعد ذلك، يعني اتجه إلى جوار ربه. قيمة هذا العمل كبناء للمسجد كيف هي القيمة له شرعا؟ يعني أولا طبعا هذه لفتة جميلة منك في قضية المساجد. الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هو بنى مسجد الله، ترى ما حط عليه اسم الشيخ نواف، سمي على الصحابي بلال بن رباح مؤذن الرسول. نعم، مع أنه ترى جاهز، لو حط اسمه جاهز، لو حط اسمه جاهز، ولأن كما يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي مسجد بني زريق بني سلمة، هذول أنه جاهز تسمي أسماء بأسماء أي شخص، لكن هو لا يريد ذلك، هو يريد أن يكون مسجد بلال بن رباح، وضعه بجانب بيته، هذا يدل من حرصه على إيش؟ على قضية الصلاة. صلاة اليوم. حتى أخونا الدكتور معنا في الدكتور مسيح الخير الدكتور محمد زايد العتيبي هو إمام لهذا المسجد، فيقول يصلي الصلوات كلها في المسجد، حتى صلاة الفجر يصليها في المسجد رحمه الله، هذا من حفاظه على إيش؟ على الصلاة. فانظر إلى هذا ملمح طيب أن الإنسان يحافظ على هذه المساجد، بل هذا المسجد جعله قريب من بيته، لم يقول والله يا جماعة ترى حطوا لي مكان معين مخصص وصلي فيه والباقي يصلون في اتجاه آخر، يعني حطوا لي مثلا كما يقال صلاة خاصة فيني والناس لهم صلاة خاصة فيهم، حط لي 4-5 وبعدين، لا هو مع الناس، وكان يدخل مع الناس ويخرج مع الناس، وشفنا صور كثيرة من الناس يسلمون عليه ويتزاحمون عليه ويسلمون عليه، وهذا يدل على حبه لهذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الإنسان لما يكون قريب من المسجد ويصلي في المسجد مع شغله الدائم، يعني لا شك أن الحاكم الواحد منا ممكن يؤخر الصلاة لأي أمر أو أمر كذا، لما يكون مسجد قريب منك ها وأن تصلي في المسجد كل هذه الصلوات مع أنك حاكم تستطيع أن يعني تتعذر بأي عذر، عندي والله أمر فلانة، عندي والله اجتماع شيء، عندي مقابلة، عندي أمور، عندي أمور، قالوا ألم أكون في المنزل وأستخدم الكثير، صح، وهذا دائما كثير من الناس يستخدم هذا، لكنه حريص يعني يكون مسجده بيته بجانب أو بنى مسجد بجانب بيته حتى يكون هذا المسجد يكون قريبا منه، لأنه سوف لو ما كفي ترى لو كان المسجد ليس قريبا من بيته ترى يصلي في مسجد ثاني، لكن يسبب قد يكون زحام للناس، ممكن يسبب مضايقات لبعض الشرطة وغير ذلك، فهذا يدل على أنه من أهل المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إن شاء الله عجل قد حصل يمكن 2 أو 3 من هذه الصفات الموجودة في هذا الحديث، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد إمام عادل وهو نحسبه الله حسيبه أن كان كذلك، أيضا رجل قلبه معلق في المساجد، حاط له مكان في مسجده خاص فيه، كرسي يقرأ القرآن فيه، يختم فيه، حتى في قضية في رمضان تجده يصلي في هذا المسجد، وهذا من حبه للمسجد. وأنا أقول الإنسان اللي يحب المسجد هذا من يحبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المساجد إن 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 المسجد بيت كل تقي، ترى المسجد بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من هذا المكان نحث جميع المسؤولين على قضية الاهتمام في قضية الصلاة أكثر من الاهتمام في أي قضية أخرى، اجعل الصلاة هي محور حياتك، رتب حياتك كلها على الصلاة، لا ترتب الصلاة على حياتك، بالعكس المسجد مدام قريب منك ولابد أن تصلي فيه، أيضا تقطع كل شيء لأجل هذه الصلاة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يفعلون. نعم، هناك عادة لدينا يعني في الكويت وربما في بعض دول الخليج ببناء المسجد للميت بعد وفاته، يعني أبناء المتوفى أو المتوفى
يقومون ببذل بعض المال لبناء مسجد، ونسأل الله يعني أنها تكون من العادات الحسنة والسنن الحسنة في حياتنا والتمسك بالإسلام. لكن سألتك أيضا عن الأجر بخلاف التعلق بالمسجد، فما بالك بمن يبني مسجدا في حياته؟ ما في شك، هذا لا شك أنها أن يبني لك أولادك شيء وأن تبني أنت لنفسك شيء آخر. أود يعني أن توضح الفرق بين الفرق الاثنين. كلهما محمود، ولكن نود أن تبني أنت لمسجد أنت عملت في حياتك، وهذا أجر أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، كناية عن صغر الحجم، يدل على، وهذا مما قالوا المساهمة في المساجد، المساهمة في يجمعون عدد معين ويبنون المسجد مثل ما نقول حنا مساهمة، هذا يبني 10 دنانير 100 دينار، هذا 1000 دينار حتى يبنون المسجد، هذا المساهمة. قضية البناء أنك أنت تبني لنفسك مبلغا، ترصد مبلغا وتبني لنفسك، هذا أجره أعظم. كل واحد يصلي في المسجد له كم؟ 27 حسنة، فكل واحد يصلي في المسجد إلى أن يرث الله جل الأرض ومن عليها، أو يعني هذا هؤلاء كل واحد مثلا يقول صلى فيه 1000 في 27، ها 27000 في كل صلاة، 27000 حسنة لك أنت. لماذا؟ لأنك أنت نويت أن هذا المسجد أن يكون لك أجره إلى الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. فتخيل معي دروس من أجرك، يكون الأجر لك صلاة التراويح أجر لك، يكون في ليلة قدر، وليلة القدر عن خير من 1000 شهر أجر لك. فكل هذه الأجور من حسنات وخيرات وصدقات وقراءة حتى القرآن، من يقرأ يختم القرآن، تدري ختمة القرآن فيها 3 مليون حسنة، فتخيل كم من الأجور لصاحب المسجد لأنه قد فعله في حياته. لا شك من يفعل في 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 بعد حياته له أجر، لكن ليس كمن يتصدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أنت صحيح شحيح، قال تأمل الغنى، يعني أنت الآن عندك أمل وتأمل الغنى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أفضل صدق، لما قالوا له أفضل صدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ما فيك شيء. وإحنا نشوف لنا الشيخ رحمه الله عز وجل بناه وما في شيء، صحيح وبنى هذا المسجد ما في أي مرض ولا في أي شيء، وهذا يدل على أن الأجر لك أعظم. بعكس لما تقول والله أنا أوصي إنكم، قد بعضهم ما يفعل ذلك من أبنائك، قد يبني لك مسجد بس ليس كمان كالمسجد الذي تبنيه أنت، ويكون تحت عينك أنت، ويكون أيضا ترى أنت ثمرة هذا الخير، العمل الخير أمامك. وذلك الإنسان ترى يعمل لنفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت اليوم فوق التراب، غدا تحت التراب، لكن ماذا قدمت لنفسك؟ ترى اللي قدمت لنفسك ليس فقط والله قدمت لي شهادة وقدمت لي منصب وقدمت لي، لا، من الأمور الخيرة أن تقدم لنفسك في قضية مسجد، أن تحفر بئر، ترى ثمرة هذا العمل الخير أمامك. نعم. من الصدقات الجارية طبعا. طيب، في العودة إلى مراحل حياة الفقيد أمير بلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، خلال فترة الغزو العراقي الغاشم كان وزيرا للدفاع. نعم. وكان حريصا على زيارة الجيوش الأجنبية والعربية كما تعلم، وكان يخص الجيش الكويتي من أبنائه بهذه الزيارة لحثهم ومؤازرتهم في تلك الفترة. هذا القرب من الناحية يعني الإنسانية ومن الناحية النفسية كيف يمكن أن يؤثر في هؤلاء الجنود؟ وطبعا هذا القرب مستمد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حتى في قضية الجيوش، كما قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اليوم القائد اللي يكون قريب من هؤلاء الجنود ويعني يحمسهم ويبين لهم بأن ترى حتى لو حصل ما حصل من أمور القتال أو الشهادة فيها شهادة لله سبحانه وتعالى،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذا أنت لما تجد قائدك قبلك وقائدك يحثك وقائدك يبين لك بأننا بإذن الله عز وجل منتصرون، لا شك بأنك تحس بنوع من الراحة، وهذا يدل على أنه كان مسؤولا متفقدا. والله مو أنا وزير وقاعد في مكتبي وأنتظر يعني ما حسم المعركة ومتى تحصل، بالله كان قريب منهم يحضر عندهم ويتكلم معهم، وهذا من فعله الطيب الذي مذكور فيها الآن. وكان كما كان وزير الدفاع في هذه الحرب اللي صارت على الكويت، والحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمة قادتنا في ذلك الوقت، والشيخ جابر رحمه الله والشيخ سعد والشيخ كذلك صباح وكذلك الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل أحمد، كلهم جميعا حفظ الله عز وجل الشيخ مشعل ورحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا، أن قادوا هذا البلد بهذه الحكمة وهذه الحنكة وهذه القوة ولذلك كانوا يحثون أبنائهم على يعني البذل والعطاء للكويت، وكانوا هم أيضا سباقين في هذا الأمر، لم يكونوا والله من خلف الأسوار ومن خلف المكاتب، بل كانوا متواجدين ومات من مات منهم رحمه الله عز وجل مات شهيدا، والشيخ فهد الأحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، وغيره من أبناء الأسرة ممن كان بين كذلك في 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 سلك المقاومة ومع المقاومة، كل هذا يدل على ماذا؟ على حبهم لهذا البلد، ليس كلاما. مو أنا لما يحصل الأمور القوية والأمور التي تحتاج إلى حزم يكونون بعيدين، بل هو بلدهم كما هو بلدنا جميعا. طيب إذا ما انتقلنا إلى فترة لاحقة عن هذه الفترة، تولى رحمه الله حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعلم أنه في تلك الفترة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت يعني تهتم بالعديد من الملفات، ليس كما هو الحال الآن، حتى الاسم يبدو لأنه تغير، ولكن كانت تهتم بشقين رئيسيين، يعني تهتم بشق العمل وتهتم بالشؤون الاجتماعية، من ضمنها الإعاقات ومن ضمنها المساعدات وما إلى ذلك، والإشراف أيضا على يعني الرياضة والإشراف على الجمعيات أو جمعيات النفع العام، كلها كانت يعني تحت هذه الوزارة، فاستمر في هذه الوزارة لفترة، وكان أيضا قريبا ولكن بشق آخر، كان في السلك العسكري، يعني عندما كان وزيرا للوزارة العسكرية في الداخلية ومن ثم وزارة الدفاع، قد يكون التعامل ذو طابع خاص، ولكن التعامل في وزارة الشؤون قد يحتاج إلى مهارة، إلى ليونة، وإلى أيضا حنكة لإدارة هذه الدفع. نعم، ولذلك لما سألوه قالوا أنت المقطع اللي تداولونه وكذلك يحطونه كل فترة في هذا اليوم، وهو قضية أنه قال لين تضعف، قال أضعف أمام الله عز وجل وأمام الشيخ الكبير وأمام الطفل الذي لا أستطيع يعني ما أعرف ماذا فيه من مرض. هذا يدل على أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم، وحب الأعمال إلى الله سر تدخله على قلب مسلم، أو غير ذلك من الحديث المعروف. هو لما هذا يدل على أن لما مسك رحمه الله عز وجل وزير للشؤون، قد رأى معاناة هذه الفئة من أصحاب المساعدات الاجتماعية، امرأة مطلقة وليس عندها راتب، امرأة قد بلغت من العمر وتحتاج مساعدة، شاب عند متوفي والده ويحتاج مساعدة، كما في السابق، ولا زالت الحمد لله الكويت ذاخرة بالمساعدات الاجتماعية لأبنائها يعني. ولذلك تشوف الآن أيضا فتحوا في جانب قضية المساعدات كما قلنا للأرملة، أيضا كل هذا من هذه المساعدات كان يباشرها رحمه الله عز وجل، ويعلم سن قوانين لهذه الفئات، أيضا قضية المعاقين وكيف حطوا لهم قانون، وكل يوم يتطور القانون حتى يتطور إلى وقتنا هذا، وأصبح الحمد لله يعني في شيء اسمه معيل معاق، وفي شيء اسمه معيل، الآن حطوا الحكومة يعني في القانون الجديد معيل ثاني معاق، وهذا يدل على أن كل هذا من أساس
أنت كما قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اليوم الأساس كان طيب، يعني الكويت لما تأسست على حب ومساعدات أولا لأبنائها ثم المساعدات الخارجية. أبنائها ترى الحمد لله الكويت تعيش بنعمة وكرامة، حتى لو يموت ابوك في هيئة يعني شؤون القصر من هي تتولى امرك الى ان تبلغ مبلغ الرجال، وكذلك اذا كانت امرأة تتولى امرها شؤون القصر حتى تبلغ مبلغ النساء، لا ويتاجرون لك فلوسك ويتعاملون معك وما تحتاج، اذا ما كان عندك ابوك ما عنده فلوس هم يؤثثون هذا الامر. احنا كنا ابناء ايتام يعني رحمه الله عز وجل والدنا، وكان هذا مما يعني يحصل. ولو كنا في بلد ثاني قد يكون الأمر يختلف تماما عما يكون في هذا البلد الكريم. لذلك اليوم الشيخ رحمه الله عز وجل، وكان لما كان وزيرا للشؤون قد رسخ مثل هذا المبدأ، وهو مبدأ المساعدات ومبدأ الحرص على هذا الأمر. هناك أيضا هناك تدري الشؤون فيها أيضا أحداث وعندهم أخطاء يقعون فيها وكيف يتعاملون معها، ودار التقويم موجودة في يعني في الصليبية، دار التقويم الموجودة الآن في الصليبية وغيره، وكيف يتعامل هو مع هذه هؤلاء الأحداث اللي يعني يحتاجون إلى عناية خاصة وإلى مدارس معينة وإلى تأهيل معين حتى يخرجون إلى البلد إلى بلدهم صلحاء بدل أن كانوا قد مروا بأزمة معينة وغير ذلك. كل هذا وأبناء أيضا ممن هم مختلين عقليا، تعرف اللي أيضا ترعاهم وزارة الشؤون من أصحاب الإعاقة والمسنين ومن هم مختلين عقليا بعضهم. أيضا دكتور لا تنسى الترتيبات فيما يخص الجمعيات الخيرية وتأسيس هذا أيضا، وتأسيس الجمعيات الخيرية الحمد لله الكويت كل هذا أساس. لو كان نتحدث عن يعني كما نسميه يعني كويتيا بعد التحرير أو يعني في عام 1992 تولى هذه الحقيبة تغير الوضع، تغير الوضع قصدي في إيش في حتى الأنشطة الخيرية ازدادت وأصبحت مقننة وأصبحت مرتبة وأصبحت يعني ذات جداول، معرفة لدى الدولة، تحرك الأموال معروف لدى الدولة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا، وهذا مما يعني حتى أصبح ما في شيء اسمه والله فلوس وين تروح ولا في مبرات وين، بالله الحمد فضل من الله عز وجل ومنه كل شيء مرتب في وزارة الشؤون. المبرات الخيرية أصبحت حتى أن أصبحت مبرات حتى العوائل تحط مبرات خيرية خاصة فيها، العوائل تضع مبرات خاصة فيها، وهذا مما لم تمنعه الدولة، بل بالعكس فرحت في مثل هذا الأمر وقالت ما في مشكلة ما دامكم أنتم تتجهون إلى الخير. وهذا يدل على التأسيس في قضية تأسيس العمل الخيري وكيف فتحوا المجال في العمل الخيري من في كل أقطاب العمل الخيري، بل أصبح العمل الخيري في كل شيء. تجد حتى في قضية تعاملهم مع الأخوة البدون في كيفية يعطونهم هذه يعني المساعدات، ويدخلون في الطب في آخر ما يفعلون بعض المبرات الخيرية تفعل مثل هذا دراسة الطب وغير ذلك. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم تم تنظيم هذا العمل عن طريق من تولى منهم وهو الشيخ نواف الأحمد رحمه الله عز وجل وطيبته. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة لاحقة وهي المرحلة التي تولى فيها نائب رئيس الحرس الوطني، يعني عاد مرة أخرى إلى السلك العسكري والذي يملك فيه يعني خبرة طويلة، وبعدها اتجه إلى وزارة الداخلية مرة أخرى. وشهدنا في تلك الفترة يعني إن كنت تستذكر معي أواخر 2005 بداية 2006 يعني بعض الخارجين عن القانون وبعض التحركات بما سموا أنفسهم بالمجاهدين، ومع ذلك وجدناه يقف في موقف الحزم في غرفة المتابعة أو ما تسمى يعني قد تكون ما أعرف إذا كان اسمها غرفة العمليات يمكن اللي هو متابعة الحدث والتوجيهات يعني في تلك الفترة. عدنا إذن إلى هذا التقارب وهذا الذهن النشط العسكري ومتابعة أبنائه من يعني منتسبي سلك الشرطة في ذلك الوقت. في تلك الفترة لا شك أنه كانت فترة عصيبة
الصيبة يعني عصفت بالمنطقة ككل، وبحمد الله لم تستمر لدينا إلا لأيام معدودة وتم التحكم بها. وهذا يدل على أن التعامل الحازم مع هؤلاء الذين خرجوا على القانون وخرجوا على الدولة وقد نزعوا البيعة التي هي مأمور بها كل إنسان، أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. ومع ذلك وقفوا موقف الحزم، لأن كانوا يضرون في المسلمين ويحاولون يفعلون وما يفعلونه، لكن وقف موقف الحزم. هذا يدل على أن هناك ليونة في جانب الذي يستحق اللين، هناك شدة في جانب الذي يستحق الشدة. ولذلك ليست الليونة دائما مطلوبة في كل وقت، وليست الشدة مطلوبة في كل وقت. فلما حصل هذا الأمر كان متواجدا كما قلت في هذه الغرفة مع أبناء الشعب ينظر وأمر بالأوامر على إنهاء مثل هذا الملف، إنهاء تماما، ولم يتعاملوا مع أي ملف في مثل هذا الملف الذي هو ملف الخروج على ولاية الأمر إلا بالتعامل الحاسم. لا، في ليس هناك أي مجال، من حمل السلاح علينا فليس منا، الذي يحمل السلاح على بلد هذا ليس من البلد. ولذلك كان التعامل معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من مر في مساجدنا قال فلا 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 يحمل السلاح إلا أسفل، يعني يضع السلاح أسفله، لكن الذي يحمل السلاح هذا ليس من هذا البلد ولا شيء. ولذلك كيف تعامل مع هؤلاء بكل حزم وقوة وصرامة حتى لا مجال لأحد أن يكون له مجال أن ينشئ مثل هذه البؤر في بلدنا الكريم. لا، الحمد البلد خالي من مثل هؤلاء، بل تعامل مع من عنده فكر فقط التعامل الحسن. يودي فيه عندنا مركز اسمه مركز الوسطية، وهذا مما أنشأه الكويت أنشأته في قضية التعامل معهم. الدكتور عبد الله الشريكة حفظه الله عز وجل ورعاه يتعامل، يروح لهم في السجون حتى من عنده فكر مختلف عن الفكر الصحيح يتعامل معه ويتكلمون معه لتقويمه وتأهيله حتى لا يكون. لكن من حمل السلاح تعاملوا معه في 2005 بالتعامل الحازم الذي يستحقونه. الفترة التي لاحقت ذلك تولى ولاية العهد، وربما تكون هذه الفترة يعني من أطول الفترات قبل أن يتولى سدة الحكم، وكان إلى جانب الراحل أمير البلاد المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد. وهذه الفترة لا شك أنها ليست بقصيرة، وكان يتولى نائبا للأمير في أكثر من فترة وفي الأوقات التي كان يغادر بها الأمير الراحل الشيخ صباح. ما الذي يمكن أن نصفه في تلك الفترة من توافق ومن تبادل للأدوار، خصوصا يعني عندما يكون الأمير في خارج البلاد ويتولى هو منصب نائب الأمير لحين عودته ومن ثم تسير هذا البلد؟ لم نشهد أي تغيير يذكر أو أي تحرك غير محمود، بل استمرينا في ذاتنا. نعم، وهذا من الأمور التي في الحقيقة ما أنت لو تولى الشيخ نواف الأحمد، يعني أقصد أن يتولى ولاية العهد، حتى فرح الكويتيين أجمع في هذه الولاية، لأنه يعلمون طبيعته وكيف يتعامل مع كل الملفات في تعامل رحب، وفي قضية أنهم أن الكويتيين كلهم يحبونه ويجلونه كما يحبون جميع يعني حكامهم. وفعلا كما قلت لم يعني نجد إلا التوافق بينهما، بين الأمين والعهد، وهذه السياسة التي مشى على الكويتين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر، هذه الولاية العهد كان خير سلف لخير أو خير خلف لخير سلف، فكان رحمه الله عز وجل ممسكا في زمام الأمور، لم يعني يقصر في شيء، بل تولى هذه الأمور كما كان يتولى رحمه الله عز وجل الشيخ صباح
رحمه الله. في الجهود بما يخص الشباب وبما يخص الرياضة ودعم الرياضة من جهة ودعم الشباب في المجال التعليمي، كيف وجدتموه خصوصا وأنتم في مؤسسة يعني من أهم مؤسسات الكويت أكاديميا؟ نعم، لا شك أنه داعم لقضية لقضيه التعليميه وقضيه الشباب، اهتمام بالشباب، لكن اشوف في فترته حتى في قضيه الاعلام الاهتمام في قضيه الشباب. لما تاتي الى ايضا كره القدم والرياضه عموما تجد اهتمام في قضيه الشباب، يضع يعني هذا الامر نصب عينه، لذلك الاهتمام في الشباب يعني اصبح سمه موجوده عند الشيخ رحمه الله عز وجل. الاهتمام في قضية الشباب في 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 الإعلام، برامج الاهتمام في الشباب موجودة، الاهتمام في الشباب كذلك في الدولة في المناصب تجد يضعون الشباب في مناصب وشباب يعني سواء وكلاء مساعدين أو وكلاء أو وزراء، هذا النفس الشباب الموجود عندهم. كذلك في قضية الرياضة أيضا الحمد لله يعني تغيرت الوضع على ما كان عليه في السابق، بدأت تمشي عجلة الرياضة عندنا في الكويت، وإن شاء الله إلى عجلة أكبر حتى نصل إلى ما كنا عليه في السابق. قبل أن نتوجه إلى الجانب الأكاديمي والذي أنت مختص فيه، مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نواصل حوارنا مع الدكتور راشد حمدان العازمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت. يؤدي عمله بالأمانة والصدق، وأن يكون الخلق الآية مع معاملة المواطن، عندما يأتي شخص يكون خلق عالية عنده بمعاملته وبحديثه معه، ألا يكون متعجرف أو يكون شيء، أن أيضا يفتح قلبه قبل أن يفتح بابه، وأن أيضا الناس سواسية عنده أمام القانون، لا يفرق بين هذا وذاك. أنا أفضل قعدة الكويت الله سبحانه وتعالى والحافظ في الأول والآخر. نتمنى إن شاء الله الأمن والرخاء للكويت وللعالم أجمع. إذن نواصل حوارنا مع الدكتور راشد حمدان العازمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت. كنت قد تطرقت إلى دور الراحل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدعم الشباب، نعم. وكونكم من مؤسسة أكاديمية، أقدم مؤسسة أكاديمية بالكويت جامعة الكويت، خصوصا في كلية الشريعة يعني والعديد من المناحي ربما فيما يخص تحفيظ القرآن أو الجوائز التي تمنح لحفظة القرآن سواء بجامعة الكويت أو حتى المسابقات التي تشرف عليها كلية الشريعة في الخارج، بالإضافة إلى الاهتمام بخريجي الجامعة والاهتمام بالطلبة وحفل التخرج الذي يقام والذي سنه رحمه الله منذ أن كان وليا لله. نعم، هو قضية اهتمام بالتعليم تشوف الحين الكويت يعني أصبح عندها اليوم ليس فقط جامعة واحدة، أقصد حكومية، أصبح عندها أكثر من جامعة، وإحنا مقبلين حتى إلى تكون ثلاث جامعات حكومية. صح يعني بعجلة الجامعات لا شك أنها بطيئة، لكن هذا قد يكون بإذن الله عجل في القادم الأيام يكون أفضل. أيضا قضية اليوم غالب ما حصل من الاهتمام في التعليم هو منه رحمه الله سبحانه وتعالى. قضية الاهتمام في جامعة الكويت بالذات ودكاترة جامعة الكويت لهم كل التقدير والاحترام عند سمو الأمير رحمه الله عز وجل، فما أن يطلبون أمر يخص الجامعة إلا تجد هذا الأمر يعني قد حصل، وسيفي ذلك حفاظا على أبنائه. يعني اليوم أهم قضية قضية التعليم، واليوم جامعة الكويت هي رائدة في قضية التعليم، خرجت أجيال وأجيال تلو أجيال، ولذلك الاهتمام في التعليم هو أمر مهم عنده رحمه الله سبحانه وتعالى.
وهذا الأمر مما يعني يسعد الإنسان، مما يسعد الإنسان. فبالتعليم تقوم البلاد وبالشباب تقوم البلاد. كذلك في الجامعات الخاصة الآن فتحت عندنا، ولكن ما هو مفتوح جامعات خاصة على بدون شروط، بل كانت فاتحة جامعات خاصة بشروط معينة تبعث لها الدولة بأشياء معينة بمقاعد معينة بمتابعة من المسؤولين، حتى يكون في الكويت ما يكون فيه إلا المتعلم، وهذا ما نجده لله الحمد في بلدنا بلد الكويت. أيضا صارت جامعة الكويت قبل كان ما يدخل فيها إلا فقط الكويتيين، حطوا لها حتى في مجال أن يدخل فيها غير الكويتي بمعنى الطلبها، يعني مبتعثين جوا مبتعثين. صارت من السياسة القديمة أي منح ابتعاث في الخارج موجودة عندنا لا زالت، سواء في الشريعة أو في غيرها من بعض من اللغة العربية وغيرها. فأيضا في ما يحصل من اهتمام في فتح الشعب والاهتمام في الشعب، صح يصير عندنا بعض الإشكالات دائما في كل كورس، وهذا موجود والحمد لله يعالجونه في عندنا في الشؤون الطلابية، لكن أقصد هذا يدل على اهتمام كبير في هذه الجامعة العريقة، ووضعوا جامعة ثانية اسمها جامعة عبد الله السالم، وسوف تأتي جامعة أيضا في جامعة تطبيقية وغيرها من هذه الجامعات، في ذلك اهتمام هذا البلد في التعليم. ماذا عن دعم الخريجين؟ يعني كما ذكرت لك قبل قليل، هو سن سنة حسنة بتخريج كل الطلبة بكافة الكليات بعد تخريج المتفوقين من الطلبة، بدأت معنا تقريبا منذ عام 2006 على ما أعتقد. وهذا شيء يسعد الإنسان اللي تخرج من جامعة الكويت ويرى أن مثل هذا الاحتفال يأتي سمو الأمير أو نائب سمو الأمير ويخرجون مثل هذه الدفعة، لا شك أنها يعني تجعل ذكرى حسنة في ذهن وفي ذكرى كل طالب. ولذلك هذه من السنة الحسنة، من سنة سنة الحسنة له أجرها أجر عمل بها إلى يوم القيامة. طيب دكتور، يعني أنا أشكرك جزيل الشكر، لم يتبقى لدينا الكثير، ولكن في ختام لقائي بك، ما الذي نستطيع من القول، من الدعاء، من الكلام لنوفي هذا الرجل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله رحمة واسعة على كل هذه المحبة وهذه العفوية التي تعامل بها معنا طوال حياته، ونفقده اليوم ونعزي أنفسنا ونعزي الجميع بفقدانه، لكن نود يعني أن توجه لنا كونك يعني أستاذ في الشريعة أفضل القول أو أفضل الحديث عن الراحل رحمه الله لكسب الأجر له ولنا من باب البر. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ونجعله في المهديين، وأن يخلف له في عقبه، وأن يوسع له في قبره وينور له فيه، ونجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونجعله في أعلى عليين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يخلفه بالشيخ كذلك الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عز وجل ورعاه أميرا لهذا البلد، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تحث على الخير وتعينه عليه، وأن يحفظ هذا البلد بالمصلحين، وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمين. كل الشكر إذن للدكتور راشد حمدان العازمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت، والشكر موصول لكم مشاهدينا. لحظات وتكونون مع الزميل منصور الكليب، وأنا أغادركم الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم مع هذا التقرير، ومن ثم يتابع معكم زميلي منصور الكليب هذه التغطية. السلام عليكم.
خبر مؤلم تلقته الأوساط العمانية الرسمية والشعبية برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وفور صدور البيان الرسمي أعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص تجسيدا للعلاقات الممتدة عبر عقود من الزمن بين الدولتين الشقيقتين. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ونتوجه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي الكريم بإحر التعازي بوفاة الفقيد الكبير الذي أفنى حياته خدمة لوطنه وشعبه، وأفنى حياة ملؤها البذل والعطاء لهذا الوطن ولأمتيه العربية والإسلامية. سفارة دولة الكويت بسلطنة عمان استقبلت عددا من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وعددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وجمعا من المواطنين العمانيين، حيث قدموا واجب العزاء لسعادة محمد ناصر الهاجري سفير دولة الكويت لدى السلطنة في الأمير الراحل طيب الله ثراه. خالص العزاء وصادق المواساة لسعادة السفير الأخ العزيز أبو ناصر وزملائه، ومن خلاله لشعب الكويت في فقيد الكويت وفقيد عمان وفقيد الأمة العربية والإسلامية، نسأل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهل الكويت الكرام الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. الكويت أكبر من أن توصف بالشقيقة أو الصديقة، نقولها باختصار الكويت هي عمان وأحزان الكويت كما هي أفراح الكويت هي أفراح عمان وأحزان عمان، ولا نملك في هذه الظروف إلا أن نوصف العلاقة الوطيدة بين الشعبين وكذلك أيضا بين القيادات الكويتية العمانية العمانية الكويتية، وربما هذا متجسد الآن في مثل هذه الظروف ومثل ظروف سابقة أيضا تلمسناها هنا في عمان. وعلى المستوى الإعلامي قطعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بثها لإعلان الخبر، وسلطت الضوء في نشراتها وبرامجها على سمو الأمير الراحل ومنجزاته وصفاته. بقلوب يملأها الألم ويخيم عليها الحزن يشارك العمانيون إخوانهم الكويتيين أحزانهم في وفاة أميرهم الراحل الذي كان مثالا للعطاء والإخلاص والحب للكويت وشعبها. لتلفزيون دولة الكويت إبراهيم بن ناصر الرواحي من سفارة دولة الكويت مسقط.